في فيكم أو في الآخرين راحت مع المشي، مثل آلام الظهر، آلام الفخذ، آلام الرجلين أو الركاب أو السكري أو الضغط أو الصداع أو المغص، وش اللي أنتم شفتوه؟ نبدأ من علي. قبل نبدأ يا شيخ إبراهيم، ما ودي أن نربط المشي بالمرض، أن المريض هو اللي يمشي والسليم اقعد لين تمرض ثم تمشي. حلو، تاز. حتى السليم لابد أنه يتقي يمشي. يا سلام. بالمشي حتى لا يصاب، لأنها كصمام أمان يعني له. هي أمراض مزمنة تتكون على فترات 20-25 سنة، سكر، ضغط، نقرس إلى آخر. تجي مرة واحدة سمنة كذا تقول نفسك يبغالك ورشة. حتى اللي سليم لابد أن يأخذ حقه من المشي. أما الأمراض الظاهرة يعني البينة، السكر، الضغط، السمنة رقم واحد. يا سلام يا سلام. سكر، ترى نسبة السمنة عندنا في الخليج مرتفعة مرة، مرتفعة جدا. سكر والضغط، النقرس أيضا، نقرس برضو. كذلك عنصر ثاني اللي هو التأهيل. أنا تجربتي يمكن اللي دفعني لها تأهيلي، تأهيل ركبي، كان عندي قطع في الرباط الصليبي. أيوة. فالعودة إلى حياتك الطبيعية، أنك ترجع تأهل نفسك زي الركب المشي، ممتاز، بس أنك تبدأ بتدرج وتحت إشراف طبيب. ولا ممتاز. هو يعني كل فترة تزور الطبيب إذا كان عندك طبيب. هو تأهيل تقوية عضلاتك، عضلات الفخذ الأربع المحيطة بالفخذ، حتى يحمل الجسم، يخفف عن الركبتين. فكلها والله الحمد، بالإضافة إلى الأمراض النفسية يا كثرة. الدكتور ملهم الحراكي أحد زملائنا اللي يمشون معنا يقول أول وصفة أصفها لأطب المرضى المراجعين اللي نفسانيين، أي نعم نفسي. نعم، الأمراض النفسية، أنك تمشي. يقول كثير منهم ما عاد يرجع لي. سبحان الله. هو مجرد أنه مشى، انطلق، تفكر، زالت كثير من الهموم. بعضنا سبحان الله العظيم إذا أهم الشيء أو ضغوط الحياة كثيرة، انطلق امشي، سيفتح الله عليك، ستجد حلول. سبحان الله العظيم، ستجد حلول ما خطرت على بالك. ولعل هذا أخوي حسن مرة واحد شاء أنا أقول له امشي كل يوم، قال ليش تمشي يا أخي، جسمك زين، وذا هل الناس ينظرون أن إذا ما جسمك زين لا تمشي؟ هل هذا صحيح؟